السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الكم. طب الطلاب الكم واحد، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله ويسر أمركم إن شاء الله. أنا الدكتور ماجد أبو صيني، إن شاء الله راح نبلش بهذا الكورس اللي هو كوانتم 1 مع بعض خلال هذه الطريقة العجيبة اللي أنا بعرف إنكم ما بتحبوها، اللي هي طريقة التعليم عن بعد، ولكن هذا المتاح حاليا، فبالتالي احنا بدنا نعمل يعني باقل الاضرار الممكنه. هلا هذا الكم بشكل عام لكوانتم، انا حبيت المحاضره رقم واحد تكون كالتالي: اولا اعرفك على الكتاب، الكتاب اسمه كوانتم ميكانكس، يعني بامكانك تجيب السكند اديشن، المؤلف اسمه ديفيد جريفيث، ديفيد جان جريفيث، هذا اسم المؤلف. كتاب موجود بالمكتبة عندنا بالجامعة، وهو بشكل عام موجود يعني من حوالي 8 أو 9 شباتر، لكن احنا صراحة بالكم 1 بناخذ أول 3 شباتر، يعني أول 3 شابترز. الكم 2 بناخذ كمان 4 شباتر بعد ذلك. بعد ذلك ممكن أن أستخدم هذا الكتاب كمان للماستر، ممكن استخدمه للماستر كمان، في بعض الشباتر جيدة للماستر كمان، لكن هو بشكل عام هذا الكتاب جيد، في أمثلة، في أسئلة جيدة، يعني أمثلة محلولة راقية، لغته الإنجليزية بسيطة عادي بشكل عام، يعني جيد هذا الكتاب. هلا أنا أول شغلة يعني حبيت أحكي بموضوع يعني بشكل عام الكم. الكم واحد ضروري جدا، كل واحد يعني لازم اخذ الحديث. انا ما بعرف اذا اخذت الحديث عندي ولا عند غيري نفس الطريقه، او يعني قصدي انه اخذتوها هل اونلاين ولا ما اخذتوها اونلاين. اذا اخذتوها اونلاين طبعا بتكون ايش المعلومات شوي ويك، ضعيفه، لكن اذا اخذتوها بشكل وجاهي اعتقد بتكون المعلومات احسن، يعني سواء كان عندي ولا عند غيري، لانه ايش هنالك الامور بالتفصيل وحل مسائل الاطلاع على بشكل عام على فلسفة إيش مادة الكم. هلا الكم بشكل عام يعني صراحة لازم يعتمد على الحديث، بيعتمد بشكل كبير جدا في معلومات اللي هو التشابتر الأخير بتحدث فيه إيش عن هذا الكم. فلذلك أنا صراحة يعني اليوم بس بدي أعطي انتروداكشن عنه، إنه تعرف اسم الكتاب أولا، مؤلفه، بعدين في بعض المعلومات اللي لازم أنت تعرفها. أولا يعني أي صفحة أنا بركز عليها وبوقف عندها هي اللي مطلوبة منك. أحيانا بعض الصفحات أنا بمرق عنها، يعني عادي مرور الكرام، هاي مش مطلوبة منك، المطلوب منك اللي بركز عليه، هاي النقطة مهمة، هاي بتوقف، يعني بتوقف في الفيديو وأتحدث عنها، هاي النقطة مهمة، هاي الفورمولا مهمة، هذا المثال مهم، هذا الشابتر مهم. فالنقاط هاي إيش ضروري جدا إن الواحد إيش يعرفها. طبعا احنا في بعض المعادلات بجوز ما بعرف، بجوز انكم ما اخذتوها انتم، طبعا احنا راح ناخذها بالتفصيل. هاي شريدنجر ايكويشن، هاي معادله، طبعا هاي المعادله من الدرجه الثانيه، زيها زي معادله نيوتن، هاي بسموها شريدنجر ايكويشن. طبعا كل الكم مبني على هذه المعادله، الهدف منها ان نحسب بساي، هاي بسموها ايش بساي، الهدف انه ايش نحسبها. الاتش هاملتونيان، شو يعني هاملتونيان؟ اللي هو الطاقه الحركيه زائد ايش الطاقة الوضع اللي هو التوتال انرجي. بالتالي هاي طبعا تايم ديبندنت، بتعتمد على الزمن، ملاحظين دلتا تي، وبشكل عام بدخل فيها الاتش بار. اي معادلة فيها اتش بار هي معادلة كمية، يعني ايش بتحدث عن الكوانتم. هلا هاي بسموها تايم ديبندنت، هاي بسموها تايم ديبندنت شرودنجر ايكويشن، بس التايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن هاي زي هيك، طلع هاي ما فيها الزمن، نعم بقدر اكتبها بهذه الطريقه، وبقدر اكتبها الهاملتونيان. طبعا هي عباره عن ايش طاقه الحركه زائد طاقه الوضع، تعوض هذه طاقه الحركه وطاقه الوضع محل اللي هي اتش في المعادله الرئيسيه الاولى، او المعادله هاي اللي هي ما بتعتمد على الزمن، هاي ما بتعتمد على الزمن، او اذا بدك تحطها في ايش الاتش في المعادله اللي بتعتمد على الزمن، صح، تحصل على ايش معادله ايش الشيلدنجر. طبعا هون انت ملاحظ واحد بيجي بيقول لي طب وين طاقة الحركة؟ طاقة الحركة هي مربع الزخم على 2 ام،
بنزخم هيو، بناخذ الاوبريتر تاعه بهذه الطريقه وبنحطها بهذه الطريقه، والفي اللي هي بوتنشال انرجي اللي هي نفسها. طبعا هاي معادلات هلا حاليا يعني مش مطلوبه منك حاليا، بس بعدين في المستقبل راح تشوف هاي المعادلات يعني هي مهمه، وانا مش راح اتوقف عنها لانه حاليا يعني مش راح نطلبها منك الا حاليا، لانه في المستقبل راح نطلبها، لانه هاي المعادلات راح تشوفها وانا راح اعطيك اياها بالتفصيل، وراح ترجع لها وراح تشوف الصفحه هاي اي فيري ايزي، كاني انا ملخص لك المعادلات اللي بدنا اياهن على الصفحه الاولى. هلا حاليا مش راح تفهم شيء من هاي الصفحه، انسى الموضوع، لكن نرجع على الفوندمنتال كونستانتس. هلا احنا بتعرفوا بالفيزياء بشكل عام فوندمنتال كونستانتس يعني اللي هي الثوابت الرئيسيه، الثوابت الكونيه انا بسميها. هاي الثوابت يجب انه كل واحد من الطلاب يستوعب شو معنى هذه الثوابت. يعني احنا دائما ماخذينها بالفيزياء انه ثابت يعني رقم يعني ثابت وبس، بس له مغزى عظيم وله مغزى فلسفي واقعي قوي. شو يعني معنى ثابت؟ شو معنى هذا الرقم؟ يعني مثلا نيجي نطلع على الاتش بار، اتش بار هذا بلاك كونستانت صح؟ اذا ما اندهشت من الرقم معناته انت مش فاهم شو معنى الثابت اتش بار. طلع هو رقم صغير جدا جدا جدا، طلع 10 قوى ناقص 34، هذا رقم اولا صغير، هي مدهش. المدهش الاخر انه اول مره بتمر معي وحده اسمها جول ضرب سكند بالفيزياء بشكل عام. قبلها في الفيزياء الكلاسيكيه ما كان يمر معنا جول ضرب سكند، كان جول على سكند اللي هي القدره، لكن جول ضرب سكند ايش؟ هاي وحدة جديدة، هاي ما كنا يعني صراحة متصورين انه في وحدة بالفيزياء زي هيك. فبالتالي هاي احيانا الاتش بار كونستنت بسموه كم الفعل، يعني له نقطة فلسفية في المستقبل راح نحكي عنها. سبيد اوف لايت اللي هي سرعة الضوء، هاي هذا الرقم بتعرفه تقريبا، هذا 3 من قرب 10 قوة 8 متر، هاي الحد الأقصى للسرعة الكونية. أي إشي ممكن تتخيله يتفاعل أو ينتقل أو بيعمل اتصال لن يكون بسرعة أكبر من هذه السرعة، وهو إيه؟ سرعة الضوء. إذا سرعة الضوء سرعة هائلة جدا، هي يعني تواصل نقطة مع نقطة بإشارة ضوئية. راح تشوف إن النقطة الإشارة الضوئية تنتقل من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية بهذه السرعة، وهو هذا أكبر وأسرع اتصال عرفه الإنسان. لما واحد مثلا يقول اتصال المخ او اتصال الاحساس او اتصال، يعني هاي كلها اتصالات اقل بكثير من 100 من سرعه الضوء. الماس الالكترون يعني هاي من اصغر الماس اللي احنا بنعرفه تقريبا، هذا الماس الالكترون رقم صغير جدا الكتله. ماس البروتون اكبر منه حوالي 2000 مره. الكترون شحنته زي هيك، البوزيترون اللي هو في شحنه للبوزيترون سالب، يعني في الكترون موجب وفي بوزيتيف الكترون، او احيانا بنختصره بنسميه بوزيترون. بوزيترون هو نفس الشحنه هاي لكنها ايش؟ بالسالب، نفس الرقم. هاي اصغر شحنه موجوده. هذا البيرميتيفيتي اوف سبيس تعرف هاي ثابت اللي هو استخدمته في قانون كولوم، ثابت للهواء صح. والبولتسمان كونستانت هذا كمان ايش الرقم، ايش بتدل على هاي الثوابت؟ هذا اصغر شيء، اصغر رقم ممكن نتعامل معه بالكون، هذا أسرع رقم ممكن نتعامل معه في الكون، هذا أصغر جسيم كتلة ممكن نتعامل معه بالكون، هذا الماس بيزيد عن هذا شوي، هاي أصغر شحنة ممكن نتعامل معها لحد الآن في الكون لشحنة الإلكترون. طبعا هذا هي يعني أفضل سماحية، أفضل سماحية للانتقال لتفاعل الشحنات مع بعضها البعض عندما تكون ابسلون دوت، وبتعطينا ايش هذا الرقم. والبولتسمان كونستانت له مغزى قديش الرقم الهائل بالصغر للجول من الجولات في كل الكلفن واحد. طبعا الهيدروجين اتوم هذا بعدين راح ناخذ عنه، انتم اخذتوا معاه في الحديث اذا بتتذكروا، هاي اللي هي ريدبيرج فورمولا، واخذنا كيف طبعا طاقة في درجة الهيدروجين اذا بتتذكروا، اذا اخذتوا اللي هي بشكل عام بور راديوس وما إلى ذلك. هاي الأرقام طبعا هي بتجي غريبة عندكم هسه، لكن هاي الأرقام هي نفس الأرقام اللي أخذتوها في اللي هي فيز الحديث، يعني بنقدر نحسب الطاقة
E1 على انتر بي، الـ E1 13.6 بالعشرة، والـ N اللي هي 1 2 3 4 5. مستويات الطاقة طبعا في النشارة سالبة، لكن هي موجودة والنشارة السالبة. فبالتالي الـ E1 هي تطلع قد ايش، 13.6 بالعشرة ايش الكترون فولت. فبتقدر تعوضها هون، واذا عوضتها هون تقدر تحسب الطاقات. هاي كلها ايش، معلومات ضرورية جدا. لذلك انا شو بقول لك، ان انت راح يعني راح تتعامل مع صراحة مع فيزياء حديثة، ترجع لها، ترجع لبعض المفاهيم حتى تقدر تفهم الكم. والمرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نأخذ يعني ولو محاضرة كمان introduction عن موضوع إيش اللي هي الكوانتم ميكانيكس بشكل عام. راح نأخذ الشابتر، طبعا إحنا الفصل الأول راح نأخذ كله بشكل عام كوانتم 1، راح نأخذ الشابتر هذا الشابتر هذا والشابتر هذا فقط. بس الشابتر هذا أيوه هون يعني تقريبا لعند 118 صفحة. طبعا في بالإضافة لذلك في راح ناخذ الأبندكس، هي آخر واحدة هاي، صح؟ كيف إن نعرف اللينر الجبرة. طبعا انتو يعني في المستقبل راح تشوف شو معنى لينر الجبرة وليش بنستخدم جبر. طبعا هون راح نستخدم رياضيات مختلفة عن الرياضيات اللي انتو مألوفة بالنسبة لكم. راح نستخدم طبعا اوبريترز، رياضيات مختلفة، طرق مختلفة. راح نستخدم الماتريسز هون، طبعا شوف ماتريس اللي مصفوفات. راح نستخدم الفيكتورز بالطريقة احنا متعودين على الفيكتور اللي هو الاي هات والجي هات والكي هات. كم بعد؟ ثلاث. طب افرض انه عندك اكثر من ثلاث ابعاد، اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، شو بصير عندك الوضع؟ شو الفيكتور اللي عندك؟ لذلك لازم يكون عندك فيكتور باكثر من بعد. هل الكوانتم ميكانيكس تتعامل مع اكثر من بعد من ثلاث ابعاد؟ نعم، هاي هي كمان الصعوبه والمشكله فيها، انه الكوانتم ميكانيكس تتعامل مع اكثر من ايش، من ثلاث ابعاد، اربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه. ليش؟ لانه صراحه الموضوع جسيمات صغيره جدا، والجسيمات ما بتقدر تفرق بيناتهم، بدك يعني عوامل كثيره جدا حتى تفرق بين هذا وهذا. هاي العوامل خلينا نسميها هي ابعاد. فانت ممكن تاخذ 10 ابعاد و20 بعد، وممكن تستخدم ان دايمنشن. وهون احنا بالفيزياء الكم راح نستخدم ان دايمنشنز. لذلك الفيكتورز هاي اللي احنا بنستخدمها الطريقه القديمه اللي اخذته فيها فيزياء واحد وفيزياء اثنين، هاي يعني مش راح تصلح عندنا. فلذلك راح نستخدم فيكتورز بطريقه اكثر من بعد. والمره القادمه ان شاء الله يعني في كثير من الامور ان شاء الله انا بدي احكيها، وان شاء الله انه نقدر نوصل هاي الفكره بإذن الله تعالى في موضوع يعني عن بعد إن شاء الله. وأنا راح أحط المحاضرات على الموديل وراح أحطها على كلاس روم. بقول لك أنت لازم تكون على الموديل تحضر على أساس ما يسجلك غايب النظام. في الكلاس روم ما عندي مشكلة يعني، بس أنا دائما بحط المحاضرات بالليل، بعملها بالليل وبعطيكم إياها ثاني يوم الصبح. أنتوا بتاخذوها يوم الاثنين وكل يوم أربعة بهذه الطريقة. وبعدين راح أزيد عدد المحاضرات في المستقبل، بس هسه حاليا بنعطي محاضرة يوم الاثنين ويوم الأربعاء في الكم. وأنتوا دائما بتيجوا تلاقوها هاي صباحا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.